أهلا بحضراتكم مرة تانية. في فيديو كان منتشر لطالب من جامعة الأزهر الشريف أبدع في تلاوة القرآن الكريم. كان في تفاعل كبير جدا مع هذا الفيديو ولقى إشادات كبيرة بحسن صوته. النهاردة هنتعرف على عبد الله مصطفى صاحب هذا الصوت، وهيسمعنا مجموعة من الآيات القرآنية والأناشيد الدينية. صباح الخير عليك يا عبد الله. صباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك، عملت قلق أنت على السوشيال ميديا أول ما ظهرت الناس كلها قاعدة بتتابع وعايزين يعرفوا مين هو عبد الله. من بعد ما عندكم يا فندم. والله الله يخليك حبيبي، منورنا وكل سنة وأنت طيب. بنور حضرتك والله، وأنا سعيد إن أنا طلعت مع حضرتك في البرنامج، وسعيد إن أنا طلعت في القناة الأولى المصرية. إحنا اللي متشرفين بيك. طيب انت ازاي عرفت انت عندك موهبه اصلا في تلاوه القران الكريم؟ هو اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد انا عرفت اولا، انا بشكر شيخي فضيله الشيخ عبد الله نادي اللي علمني القران، وهو اول من اكتشف هذه الموهبه وانا عندي وانا صغير، تمام؟ فهو اول واحد يعتبر اكتشف الموهبه عندي وبدا يشجعني عليها ان انا استمر. ثم بعده فضيلة الشيخ ربيع عبد الخالق الشنوي، برضو ده من أكتر الناس اللي شجعتني برضو في القراءة، وأبويا وأمي أنا بشكرهم جدا، وهم أكتر دول أكتر ناس اللي شجعوني وقالوا لي استمر في القراءة، وهم أكتر هم أول من اكتشفوا الموهبة عندي. طيب نبتدي نسمع الناس، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله، يا اطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وتوكل على الله، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إن شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك. إيه الجمال ده حبيبي؟ بعد ما عندكم ربنا يكرمك. الله يخليك. هل كل الآيات تنفع تتقال بنفس المقام، ولا أنت ممكن تنوع في المقامات عشان تدي تصور للنص؟ لا طبعا لازم تنوع في المقامات. يعني انت عندك مثلا مقام الجنه، او مقام مثلا الاوامر بتدي له الرصد، تمام؟ مقام اسمه مقام طيب الرصد. ممكن تدي مثال لكل مقام؟ ماشي حاضر. مثلا الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ده الرصد اللي هو ايه؟ للاوامر. تمام تمام. عندك مقام لو مثلا في ترغيب، مثلا الترغيب. تمام ترهيب، ماشي. أو نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. عندك مقام لو مثلا انت اعزكم الله ايات فيها حزن مثلا او ايات فيها مثلا حاجه في مقام الصبا، يعني مثلا زي ايه بعد ما ده مقام حزين مقام الحزين مثلا. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ما شاء الله انت دارس مقامات طبعا. طيب انا عرفت ان انت قدوتك الشيخ محمود خليل الحصري. ايوه. اتعلمت منه ايه؟ واحنا عارفين ان الشيخ محمود خليل الحصري يعني استاذ في مخارج الحروف، استاذ. تمام. اولا اتعلمت منه الاحكام بصحيحه، يعني لما نيجي مثلا نعرف التجويد عند علماء القراءات هو اعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فانا اتعلمت من الشيخ محمود خليل الحصري مخارج الحروف حرفيا، وانا الى الان انا بستفيد من الشيخ محمود خليل الحصري. يعني مشايخنا كان دايما بيقولوا لنا ايه للقارئ، لو عايز تتعلم احكام صح وعايز تتقن القران بطريقه صحيحه وجيده عليك باستماعك للشيخ محمود خليل الحصري. ليه؟ لان هو بيظبط لك لسانك على الحروف بنطقها الصحيح. فهو فعلا الحرف مفصل ومخرجه فعلا حقيقي، بيدي كل مخرج، يعني كل حرف بيخرجه من مخرجه تفصيلا. فانا تعلمت منه الاحكام بطريقه صحيحه ومخارج الحروف بطريقه صحيحه. في شيوخ كتيره وكبار كمان بيسمعوا للشيخ محمود خليل الحصري عشان يتعلموا منه فعلا الاحكام ومخارج الحروف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، حتى وانت قارئ متقن تمام، حتى وانت قارئ متمكن، انا كعبد الله وكل القراء بنرجع للشيخ محمود خليل الحصري اذا اشكل علينا بعض الامور. طب ممكن ايه كده بصوت الشيخ محمود خليل الحصري؟ ايه واحده بس مش هنتعبك. لا حاضر. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طيب ايه هي الدراسات والتدريبات اللي ممكن او اللي المفروض ان القارئ يخضع ليها؟ طيب اول حاجه لابد على القارئ ان يدرس احكام القران او ان يدرس احكام التلاوه تمام، لان الشيخ يقول والاخذ بالتجويد حتم لازم، يعني انت لازم تاخذ بايه بالتجويد، لان التجويد هو اللي هيخلي عندك رنة في صوتك. يعني انت مثلا لما هتمد، لما هتضغم، لما هتغن، هو اللي بيكون عندك نغمة في صوتك. رقم اتنين على القارئ ولازم يدرس المقامات. على فكرة يا جماعة المقامات لها شغل شاغل كتير جدا في علم الصوتيات، وهي اللي بتوصل لك كمستمع الإحساس. صح، انت فاهم قصدي؟ انا معاك في دي، لان زي ما قلت لك انا ممكن مثلا ما درست مقامات تمام، واسف مثلا ممكن اقول ايه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهو جاب حاجة مش في موضعها أصلا، جاب مقام الصبا اللي هو المقام الحزين مش في موضعه. فأنا المقامات بتخليك تتعايش مع القرآن، بتخليك تتغنى بالقرآن. وخد بالك في حديث شريف كده عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه بعد ما تصلى على الحبيب، بيقول لك ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فدراستك للمقامات هي اللي هتخليك تتغنى مع القرآن. انت مقام الدعاء ليه مقام النهاوند مثلا، مقام مثلا الجنة ليها مثلا وهكذا. فانت بدراستك للمقامات هتوصل للمستمع معنى القرآن بطريقة صحيحة. تمام، عظيم جدا.
طيب انت كمان بتنشد؟ ايوه. وبتبتهل؟ أيوة. لكن قبل ما نروح للانشاد، انت حافظ القران الكريم كله؟ انا حافظ القران الكريم كاملا بفضل الله عز وجل. حفظته انت عندك قد ايه؟ حفظته وانا عندي 14 سنه. ما شاء الله، معاك اجازه؟ اه ما شاء الله ما شاء الله عليك. طيب نروح للانشاد ونبتدي ان احنا نسمع حاجه. هتسمعنا ايه؟ ماشي. قلبي يحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها. لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن، لولاهما طابت وطاب ثراها. قلبي يحن، قلبي يحن إلى مدينة طه، يا فوز من زار العتيق وزاره، ورأى بعين فؤاده أسراره، يا فوز من زار العتيق وزاره، ورأى بعين فؤاده أسراره. أيضام وفد شاهدوا أنواره، لا يضام وفد شاهدوا أنواره، أيضام وفد شاهدوا أنواره، لا يضام وفد شاهدوا أنواره. غافر الإله ذنوبه ومحاها، قلبي يحن، قلبي يحن إلى مدينة طه. الله عليك يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله، مش كل منشد أو مبتهل ينفع يقرأ قرآن، مش كله صح؟ بس طيب. ممكن كل قارئ ومبتهل ينفع يكون منشد. كل قارئ يقدر ينفع كل يكون قارئ ممكن يكون منشد، تمام؟ الموضوع سهل بالنسبة للقراء طبعا، لأنه خلاص بيكون أتقن مخارج الحروف وأتقن المقامات. لأن خد بالك يا أستاذ محمد، إن القارئ من سمات القارئ زي ما قلت لحضرتك، أول حاجة لو تفتكر في السؤال اللي فات قلت لك لابد على القارئ أن يتعلم أحكام القرآن أو أن يتعلم أحكام التجويد. لكن أنا ممكن أكون مبتهل تمام؟ فأنا لو غيرت مثلا تشكيلة في الابتهال، مثلا لو هي كسرة أنا عملتها فتحة، غيرت هي المعنى. فتحة أنا عملتها ضمة، صح، لا تؤثر في الابتهال في شيء، لكن غيرت المعنى. لكن برضه لو غيرت تشكيلة في القرآن، وده من الإعجاز اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزله أو يعني نشهد أنه كلام الله عز وجل، لو غيرت تشكيلة في القرآن يغير لك المعنى. فكل قارئ يكون مبتهل، لكن كل مبتهل ما ينفعش يكون قارئ. طيب شيخ عبد الله، احنا عايزين نختم بابتهال من الابتهالات القديمه، مجهز لنا حاجه ولا عايز حاجه جديده؟ لا خلينا في حاجه جديده. يلا مفيش مشكله. لزمت باب أمير الأنبياء ومن
لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي علقت من مدحه حبلا أعز به علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم. محمد محمد صفوة الباري ورحمته محمد محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم قد أخطأ النجم ما نالت أبوته قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد من سؤدد من سؤدد بالغ في مظهر السلم نمو إليه نمو إليه فزادوا في العلا شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نمي. الله عليك شيخ عبد الله. الله عليك، ربنا يفتح عليك، شرفتنا ونورتنا. اهلا بحضرتك، بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. الشيخ عبد الله مصطفى القارئ والمنشد، الف شكر ليك حبيبي يا فندم.